مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وضمن حملتها السنوية الخيرية، قامت جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني بتوزيع كوبونات كسوة عيد على اللاجئين السوريين بالأردن، حيث سيستفيد من هذه الحملة 3000 لاجئ سوري. إظهار البسمة والفرحة على وجوه الأطفال والنساء وكبار السن هو ما تصبو إليه جمعية الهلال الأحمر ضمن حملة عيدكم مبارك، لمشاركة الأسر المحتاجة والوقوف معهم في ظروفهم الصعبة التي يعيشونها. المستفيدون من المساعدات سيتوجهون لشراء كسوة العيد من المحل المخصصة لتغطية احتياجات الأسر المتعففة، بما يسهم في إرساء روح البهجة على الجميع. كعادته الهلال الأحمر الكويتي في كل المناسبات والأعياد فإنه يقدم للإخوة السوريين العديد من الهدايا في هذه المناسبات، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك فإن الهلال الأحمر الكويتي وبالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني سيقدم في حدود 700 قسيمة كسوة عيد، يستفيد منها في حدود 3000 مستفيد من اللاجئين السوريين. هذا المشروع الخيري يهدف إلى مساعدة الأسر المتعففة التي تعاني وطأة الفقر في الأردن، وخاصة للاجئين السوريين، وذلك لمد جسور التعاون مع المجتمعات الفقيرة والمحتاجة من خلال تقديم هذه الكسوة التي تساهم بالتخفيف من الأعباء عن كاهل المحتاجين. الله يجبر بخاطرهم دائما الهلال الأحمر الكويتي والشعب الكويتي والدولة الكويتية، ما نسيتنا من فضله، دائما ما منا، دائما بالأعياد بتتذكرنا وبتتذكرنا برمضان، بتتذكرنا بالمناسبات بالأعياد بالإفطار بكل مناسبة، ما نسيونا بنوب. والله منشكرهم كتير، يعني أول شيء ما بينسونا بالأعياد، ما بينسونا بكسوة الشتاء، بالإحرامات، بإفطار صائم كمان ما بينسونا أبدا كل رمضان إلا يتذكرونا. وهلا قليلة يعني فرحة الأولاد وفرحة لك، يعني بيعطوا بهجة للأولاد بهالظروف اللي نحن عم نمرق فيها. منشكرهم كتير الشكر، وبارك الله فيهم وفي أميرهم. ونحن عاجزين عن الشكر لهالدولة العظيمة اللي عمال بتساعد هالناس اللي إيش يعني تعبانين. مشروع كسوة العيد التي تطلقها جمعية الهلال الأحمر كل عام تمثل طريقا من طرق الخير والإحسان التي جبل عليها الخيرين من أهل الكويت، فهي واحدة من ضمن مشاريع وبرامج متعددة تخفف على اللاجئين معاناتهم، وتؤكد الكويت من خلالها حرصها الدائم على تقديم الدعم والمساندة لهم. أيام فضيلة حافلة بالخير الكويتي، حيث النهج الدائم في تكثيف المساعي لإيصال المعونة إلى كل من يحتاجها في شتى بقاع الأرض. لتلفزيون دولة الكويت، غيث الرقاد، عمان.